يا مروان بيه، الباب مكسور من بره، يعني اكيد حد كسر الباب وطلعه. روح روح. ايه، عيان ولا حاجه؟ لا بخير وصحته عال، انا العيانه شوي. الف سلام عليكي. حسن فين يا سي مروان؟ ما اعرفش هو فين. البلد كلها عارفه انك انت اللي حابسه. ممكن يكون طلع راح للريتال ولا حاجه. حسن طيب يا سي مروان؟ امك راكبه دماغها، واختك ما حاسسه ان هو اللي بيجي لهم من بعد ما انت تخليت عنه. لازم تحط ده في دماغك. اخوك ما عرفش يعمل ايه، يبقى معاك ولا مع امك؟ قلبه بيقول انه لو بعد عنها هيبقى مين ليها تاني، وهي عارفة ان حسن بيحبها ويخاف عليها. عايز يحس انه مسؤول وانه يقدر يحميها حتى لو الدنيا كلها استغنت عنه. ما تسيبوش يا سي مروان، اوعى تعديه. انا عارفة انك ما بتحبنيش وانك كارهني، وعارفة ان انا زي العرسة اللي دخلت بيتكم غلط، بس معلش اتحملني شوي. كريمة وبناتها عايزين اللي يكسر سمهم. اعملي قهوة. ايه؟ 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 بابا موجود؟ بابا مين؟ بابا. يا ست هانم، يعني سيد الوالد محرم بيه. تفضل. هنتفضل. تفضل. اختي شبهي بالظبط. شبهي. يا رب يا رب امي تطلع خاطئه وتاريخها يطلع اسود، واطلع انا ابن الراجل دوت في الاخر يا رب. ده مش همك ان امك تاريخها اسود كده. بابا بابا. نعم بابا. ايه ده انت مين؟ انا صوفة. افتكرتك. انت هتشال في الجنينه وانت في المطبخ. ربنا يخليك لينا يا باشا، ربنا يخليك. يلا روح اشوف الاول اللي انتوا هتباتوا فيها. يلا. لا بس بعد اذنك، كنت عايز حضرتك في كلمتين. انا وده وقته. معلش يا باشا هنزعجك. تعالى ورايا. ربنا يخليك يا باشا، خليك هنا يا بنت. معاكي حق. اسكتي انت. بعد اذنك يا اختي، خمس دقايق وهرجع تاني. اختك تمريني بحاجه يا ست هانم؟ نعم نعم. الله عليك، ينعم عليك دنيا واخرة يا رب. مش عارف يا باشا، من اول ما شفتك وانا قلبي كده حاسس بحاجة حلوة، زي ما نكون بينا حاجة مشتركة. تحس كده ان فيه صلة رحم، صلة دم، تحس كده ان احنا قرايب. ولا تعرف يا باشا، لو ركبتش انا هبقى نسخة تبقى الاصل منك. ولا بلاش بكش. يلا انت عايز ايه؟ مش عايز حاجة باشا، هو بس بعد اذنك انت هتدينا مرتب صح؟ امال انا هشغلكوا ايه؟ سفلقه كده؟ ربنا يخليك يا باشا، ما هو ده العشم برضه. العشم ايه؟ انا اشغلكوا سفلقه؟ لا 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 يا باشا، مش القصد. عايز ايه؟ كنت عايز اعرف بس بخصوص مرتب سينا. ماله؟ انت عارف يا باشا، الستات قطرهم فرطه، مبذرين، بيشتروا حاجات تافهه بالفلوس، وانا راجل غيور عايز اخد فلوسها ديت احوشها لها عشان نعمل حاجه كده عليها القيمه. عايز ايه يعني؟ عايز مرتب سينا. يا سلام. ربنا يخليك يا باشا، هتعمل ايه؟ اديك معاشه كمان. ربنا يخليك يا باشا، كلك كرم. قلت ايه يا باشا؟ في ايه؟ في مرتب سين. ما انا بقول لك، هو اديك معاشه كمان. طب عندي سؤال اخير يا باشا. اتفضل. انت تعرف ماما زمان؟ نعم. انت تعرف ماما زمان؟ ولا بابا. في ايه؟ ماله الواد؟ لا هو كويس، انا العيانه شوي. عرفت ان حسن هرب؟ حسن
بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله بسم الله. حسن لو كان كويس يا ست جبرية كان جيها على هنيها على طول. أنا خايفة، قلبي مش مطمن، حاسة إن في حاجة حصلت، خايفة يكون مروان عمل فيه حاجة. أنا قلبي جايد نار، جايد نار. حسن هارب يا مروان، ومش بعيد دلوقتي يكون بيفكر إزاي ينتقم منك ويأذيك، لأن مش هيجي في دماغه اللي أنت عملته معاه ده كان قرصة ودنه بيتعلموا الأدب، وهو عارف كويس قوي إن أهل البلد مش هينسوا اللي حاصل. وحسن شراني ومتهور، وأنا خايفة عليك، خايفة عليك لا يأذيك. أنت فاكر اللي عمله في كامل ولا فكرك؟ عبد الحكيم والد حسن، والد الغالي، القلب الطيب اللي ما قدرش يبعد عنك، اللي اشتراكي وباعك كل. انت مش لازم تسكتي كده، لازم نعرف حسن راح فين. انا رحت المروان، كريمة طردتني من هناك، كان ناقص تضربني بالجزمة، كل دي عشان كنت رايحة اسأل على حسن. كل اللي يهم حسن دلوقتي انه يكسر هيبتك ويكسرك قدام الناس، ومش هيهدى ولا يرتاح ولا يهدله بال غير لما يعمل فيك كل اللي انت عملته معاه قدام الناس. عارف ليه؟ عشان يقول لناس انه هو الكبير وهو صاحب الامر والنهي، ومروان ملهوش 30,000 لازمة. حسن لازم يرجع يا ست جبرية، لازم يرجع وراسه فوق، لازم الناس تعرف ان مروان غلطان، وحسن مش هيرجع مجبور الخاطر الا اذا مروان ضاعت هيبته والناس عرفت ان حسن هو الكبير وهو صاحب الامر والنهي. خايفه يكون حسن حصل له حاجه. لو حسن حصل له حاجه نحولها في البلد كلها، حتى مروان حتسلوا بالحياة. حسن وامه عايزين ياخدوا الفلوس مش عشان هما محتاجين لها، لا، عشان يكسروك ويكسروا ظهرك. فاكر المحامي لما جالك وقال لك لو عايزني اعمل اي حاجة بالقانون هعملها؟ يعني لو انت قلت له ان هما ملهمش عندي حاجة هيعملها وبالقانون. اوعى تديهم حاجة يا مروان، ده انت ابني حبيبي. طب ما حسن كمان يواد من بنتك. ايوه بنتي خرجت عن طوعي خلاص يا مروان. وحسن انا هفكرك، مش خنقني وكان عايز يموتني. يا حبيبي انا ماليش غيرك، انت وزينب وحفيدي ان شاء الله اللي هيجي وهيملى البيت الكبير بهجة وفرح وسرور، وهيحافظ على مالك ومال العيلة كلها يا مروان. بصراحة انت كنت مدفونة مع اللي اسمه مروان ده. هو اللي يعيش مع جبرية وعيالها تبقاله جومة. انا لو منك كنت هربت من البلد كلها. تعرف ايه اللي برد ناري وخليني عايشة لحد دلوقك؟ اني خدت طار ابوي. بقول لك ايه، انا ما عاوزاش اروح العشاء اللي بيقول عليه ده. لا لا لا، لازم تروحي، يزعل منك. قلقانه منه، حاسه ان نيته سودا من جوه. وبصراحه كده انا ما بقيتش امن لحد، خصوصي الرجاله الناعمه المسبسبه دي. لا ما تقلقيش، لو كان عايز حاجه كان قال عليها على طول. طب ما تتصلي بيه تقولي له اني عيانه. لا لا لا، يزعل، ده اكيد قاعد مستنيكي. وبعدين انا عايزه ازور حسن. روحي قولي لابوكي، لو قالك اوكي يبقى اوكي.
هو ممكن يقول لا؟ معرفش. في ايه يا ريم؟ ابوكي سايب المصايب اللي احنا فيها يا ستي وعمال انت اتخانقتي معاه ولا ايه؟ انسي انسي ما تاخديش في بالك خلاص خلاص. طب ممكن تكلميه وتقولي له اني عايزه ازور حسن؟ عايزه اطمن عليه. فيها بنت مالك، الراجل ده متجوز اتنين، عايزه تكوني الثالثه؟ هو اللي متجوزهم دول ستات اصلا؟ وبعدين هو مش بيحب ولا واحده فيهم. لا والله. بصي يا حبيبتي، انا سايباكي هنا تعيشي حياتك عشان ما تقوليش ان حد كاتم على نفسك، لكن حسن بتاعك ده ملوش امان. والله غلبان، لو مش غلبان ما كانش اخوه عمل اللي عمله ده. يا عيني. طب بصي، انا هوديكي المستشفى. بجد؟ بس بشرط. ايه هو؟ لما ترجعي من المستشفى تطلعي على جبريه على طول، تروحي تقولي لها ان اللي دخل حسن المستشفى مروان وكريمه. طب وانا مالي؟ هتعملي اللي بقول عليه ولا بلاش احسن؟ حاضر حاضر، اللي انت عايزاه. ايه رايحه فين؟ ما احنا قاعدين بنتكلم. راح امسي على ابوكي. شوف انا ما بحبش اللف والدوران، وبصراحه كده انا ما مرتاحاش. وايه اللي مش مريحك؟ اللي مش مريحني انك عمال تلف وتدور كده. احنا طلبنا منك خدمه وانت مشكور عملتها لنا، وانا عارفه انت عاوز ايه وما عنديش مشكله. طالما هاخد حقي انا معاك ان شاء الله تكون مليون نشطان في بعض، انما عشا وفستان وحركات زي دي مش سكتي. تحبي نقوم نمشي؟ ما هو ده اللي مخليني ما فهماش حاجه. انت كل حاجه عندك عادي زي ما يكون. زي ما يكون ايه ناديه؟ انا بسيط جدا، كل ما في الحكايه ان انا عايز اخرجك من المود اللي انت فيه. ليه؟ هو وحش ان الانسان يحب الناس اللي حواليه تبقى مبسوطه؟ انا مش عايز منك اي حاجه خالص خالص. عارفه يا ناديه، انا بحب السينما قوي، بعشقها. يمكن لو ما كنتش اشتغلت شغلانتي دي كان زماني بقيت مخرج سينمائي او تلفزيوني حتى. وايه دخل ده باللي احنا فيه؟ الخيال، الخيال يا ناديه. عارفه انا اول ما شفتك تخيلتك، تخيلتك ممكن تبقي عامله ازاي، تخيلت ممكن اغيرك ازاي، ممكن اخليكي واحده تانية خالص. كل اللي يشوفها يتمناها ويتمنى يبقى قريب منها. حاسس انا ممكن اغيرك خالص. زي فؤاد المهندس وشبكار في المسرحيه كده. كده بالظبط. ممكن اسالك انت بتشتغل في ايه؟ شوف يا ستي، انا عندي شركات كبيره قوي لتداول الاوراق الماليه. سمعتي عنها قبل كده؟ ايوه، بتضرب في البورصه يعني صح؟ حاجه زي كده. وعندي كمان بزنس تاني اكبر من الشركه دي بكتير. ايه مالك؟ الشغل مش المفروض ان حد يعرف عنه حاجه صح؟ صح. معرفاش، حاسه كده انك بتشتغل في حاجه ممنوعه. بشتغل في حاجه ممنوعه فعلا. مالك اتفضلتي كده ليه؟ انا عاوزه امشي. وتمشي ليه؟ انا تعبت في حياتي قوي ومعاوزاش اتعب اكتر من كده. كل اللي انا عاوزاه اخد حقي واسافر، ولو قدرت هاجر هعمل كده. هو للدرجه دي كرهك في حياتك؟ ايوه. اصلك ما تعرفش يعني ايه مصيرك يكون دايما مربوط بمصير حد تاني. مره ابوي، ومره جوزي، ومره عمتي، وكل مره اللي انت مربوط بيه يمشي ويسيبك فجاه تحس ان الدنيا كدخور من الابره. طب وليه بتعتمدي على حد غيرك؟ ما بتعتمديش على نفسك ليه؟ كان نفسي، بس الصراحه كده الغلطة غلطي تانا. طيب شوفي يا نادية، أنا هديلك الفرصة إنك تختاري، وعشان تختاري لازم مصيرك يبقى في إيدك، لازم تعتمدي على نفسك. صح؟ صح. طب يلا كلي، يلا. ازيك يا حسن؟ عامل ايه؟ يلا يا بطل. مش هاخد حجن تاني، انا لازم اطلع من هنا.
ما انت هتطلع بس تاخد علاجك بالكامل. انا مش عيان. ومين اللي قال ان انت عيان؟ بس برضه لازم تاخد علاجك. رح يجرب لي انا هقتله. بعد عني! بقول لك بعد عني على الكذب! بعد عني! معلش يا حسن، انا عارف ان العلاج مر. وانا مش زعلان من اللي انت عملته. انت معذور. انت ما بتعرفش تسيطر على اعصابك. امال انت جيت هنا ليه؟ عمتك كريمه واخوك مروان كان عندهم حق لما قالوا انك تعبان، بس انا دايما بشكك في كلام الاهالي، خصوصا لما يكون المريض شكله عاقل زيك، بس طلع عندهم حق. خساره والله شاب زيك في الجنان. كريم ومروان. ايوه يا باشا، الانسه لبنى قاعده قدامها. انا شرحت لها حاله حسن بالتفصيل وفهمتها انه حالته سيئه جدا. حاضر، هي اكيد هتقدر الموقف. مع السلامه يا باشا. يا دكتور صدقني حسن انسان طبيعي، واللي جابه هنا بيفتري عليه. يا هانم، انا كل اللي عليا اني اتاكد من ده، ولو طلع فعلا انه سليم هيخرج من المستشفى في الوقت المناسب. يا دكتور صدقني حسن اعقل مني ومنك، انا متاكده من ده. يا ريت والله، دي حاجه تسعدني ما تضايقنيش. عموما كلها يوم ولا اتنين وكل حاجه هتبان. طب انا عايزه اشوفه. صعب، قلت لك صعب، حالته سيئه جدا. ده حاول يهرب من المستشفى واضطرينا نديله حقنه مهدئه عشان نقدر نسيطر عليه. ما اقدرش اخليكي تقعدي معاه، خطر. مستحيل حسن يبقى خطر عليا. يا هانم لو حصل لك حاجة أنا اللي هتجازى فيها، وهتبقى مشكلة كبيرة ليا. يا دكتور بليز، أنا لازم أشوفه، لازم أطمن عليه. حسن، إزيك؟ زي ما أنت شايف. أنا هخلي بابا يطلعك من هنا، ما تخافش. أنا عايز أقابله، قولي له حسن عايز يتكلم معاك. أنا عايز أطلع من هنا يا لبنى. أنت عايز حاجة منه يا حسن؟ يا دكتور الحقني، أنا مش عارفة حصل له إيه. الحقنة بسرعة. إيه؟ الكلام اللي بقوله ده مش مفهوم؟ لا مفهوم واضح يا مروان بيه، بس بس إيه أنت هتبسبس؟ اللي بقوله ده أمر مش طلب. ايه؟ ما سمعتش اللي بقوله؟ يا مروان بيه الحكايه مش سهله، والست شبريه ممكن تزعل، وانا لما جيت لك عشان عارفك وعارف اهل بيتك، ومش حابب تحصل مشاكل. وبعدين؟ خلاص انا تحت امرك، بس انا قلت اللي عندي. بكره الصبح ان شاء الله تكون كل حاجه جاهزه. مش عايز ورقه مش مظبوطه. وكل اللي هتعمله ده ما يخرش الميه. يا متر، أنا ما قصديش أي حاجة عفشها. أديك شفت حسن وأمه عايزين إيه؟ يرضيك المال يضيع؟ يرضيك تعب السنين اللي فاتت دي كلها يروح هدر؟ يصح؟ لا ما يصحش. طب قاعد ليه؟ ماشي تحت أمرك يا مروان بيه. سلام عليكم. هي جت البيت لجبرية كتير. الله، بقول لك ايه؟ أنا عايزاكي تعرفي لي الحكاية دي ايه بالظبط؟ ايه اللي بينها وبين جبرية؟ مش جبرية راحت عندهم البيت؟ كانت معزومة على الغدا كمان. الله، لا تبقى الحكاية يا بنت فيها إن عايزين نعرف اللي بينهم ايه بالظبط. عايزاكي تبقي رجلك عندها في البيت وتضربي معاها صحوبية وتعرفي لنا ايه الموضوع. ماشي. أصله خلي بالك، الراجل اللي اسمه إيه؟ محرم؟ أيوه، والبنت دي الدنيا دي اللي معاه ريم. أيوه، مية من تحت تبني، مش سهلة أبداً. أفكرك بحاجة، هو ومروان كانوا سمنة على العسل، وفجأة راح قلب عليه الترابيزة وضرب كرسي في الكلوب. ما يمكن بسبب حسن؟ حسن إيه؟ لا،
الحكاية أكبر من كده بكتير، أكبر من حسن كمان. طب نزليني في أي حتة، عايزة أروح. روحي ليه ما أنتي معايا؟ لا أنا لازم أروح كده جنب جبرية عشان أشوف البي بتاعها راح فين، وبعدين أنا قايلة لشمس إن أنا جاية قبلك عشان يمكن تعرفي مكان حسن ولا حاجة. إنما أنتي فعلا يا كريمة ما تعرفيش مكانه فين؟ طب طيب هبقى أنا عارفة مكان حسن ومش هقول لك. ولا مروان؟ ما تروحي تسأليه يا أختي، مش رجليك فيكي؟ ممكن يكون عمل فيه حاجة. حاجة؟ إيه؟ يكونوا قتلوا مثلا؟ ممكن. لا ما أظنش مروان يعمل مع حسن كده. كل اللي مروان بيعمله مع حسن قرصة ودن، عشان لما مروان يقول حاجة حسن يقول له أمين ويضرب له تعظيم سلام، يعني عايز يمشيه على عجيب ما يغلطوش. فهمتي ولا قلت إيه؟ أمال هيكون راح فين بس؟ يلا يكون ربنا خده ريحنا منه. ايه مالك في ايه؟ في ايه يا كريم؟ مش ابو ابني برضه لازم اقلع عليه؟ يا سلام يا اختي، خلي ربنا ياخده، على الاقل تاخدي ورثك وتاخدي حاجتك حاجت ابوكي ومبطل الهم اللي احنا فيه ده. مهدي باشا خير وعلينا. انت عارف يا صبحي؟ وانا ملياش صالح بمهدي باشا، ولا عايزك تعديه ولا ترجع له كلمه. انا كل اللي طالبه محرم. مهدي باشا هو محرم دلوك سكه واحده. مين قال؟ وتتكلم يا صبحي. والله يا باشا انا عملت اللي عليا، الباقي عليك انت بقى. وانا جبت لك الراجل اللي هو اللي هيعمل لك كل اللي انت عايزه، بس المهم تتفقوا انتوا الاثنين. وانا تحت امر الرئيس بدري اللي يطلبه. يا تكون فاكر عشان انا من اهل الجبل يبقى خلاص ذمتي هتتغير؟ لا تبقى غلطان وجاي من سكه غلط، ويا ريتك ما جيت. انا ما قصديش شيء. اسمع، اي كلام هيمس مصالح مهدي باشا انساه. طب والبلد؟ مالها بلدكم؟ عاوزها في جيبي. اتفهم مع محرم، هو دلوقتي اللي في يدك كل حاجه. محرم عايز يركني على جنب، عايز يقول للناس ان مروان ملياش عازه وان هو كل في الكل. بينك وبينه ماليش صالح. وبعدين يعني برضك هو العمده. ليه؟ ولا الكبير سامع على الكبير؟ شوف يا ريس بدري، أنا عايز البلد دي يتقلب عليها وطيها، والناس ما تلاقيش متوى غيري. أظن دي حاجة بسيطة ما تزعلش حد. الرجالة دي عرقها غالي. وأنا سديت، بس خليك معايا. طول ما أنت ما بتدخلنيش في مشاكل مع مهدي باشا، أنا معاك. ماشي يا بدري، ماشي. طيب عايز ايه؟ عايز اشوف حالي بقى. هو احنا نقعد نلف وندور على بعض كده كتير ولا ايه؟ ده حتى عيب يا شهد، ده احنا اهل. هو ايه ده اللي عيب ونلف وندور على بعض؟ عايز ايه؟ ما تخلص. عايز حقي. حقك؟ هي ايه بلعت الحقوق اللي عماله تتفتح عليا كل شويه دي؟ عايز ايه ما تخلص؟ الله، هو احنا مش قلنا ان نادي دي تبقى مراتي يا جدعان؟ الله يرحمك يا نادي. طب والله يا شهد، كل ليله لا برتاح ولا بيغمد لي جفن الا لما اروح عند ابراها واعيط. اه والله، هي نادي دي كانت شويه. والله الشويتين دول يا حبيبي روح اعملهم على حد غيري، شوف لك حد تاني تنصب عليه، انما انا هزعلك وديني. هتزعليني؟ هتزعليني ازاي بقى ان شاء الله؟ بقول لك ايه؟ اتكل على الله، يلا. هو مش احنا اتفقنا ان انت ترجعي للست ماما كريمه وتساليها اذا كان فتحي ليه حق ولا لا،
واللي هتقول لك عليه هنفذه. انت بتضيعي وقتي ليه؟ انت برضو مش عايز تتلم يا فتحي؟ برضو؟ الفاظك بقت وحشه قوي يا شهد، بس عامه انا عارف ان ناديه لسه دمها ما بردش وهستنى للأربعين. بعد كده لينا كلام تاني. سلام. في داهيه. استغفر الله العظيم. ترى انت فين يا حسن؟ معقول هموت يا ناس؟ لا انا قدراش، انا قدراش. على فين يا ماما؟ انا قدراش اقعد ولا انام، عقلي حيشت. عايز اعرف اخوك فين وعملوا فيه ايه. طب استني نجيه معايا. لا لا جيش، خليك انتي، بعدين هبقى اقول لك. طب قولي لي ناويه على ايه. عرفاش، بس انا لازم اعرف فين حسن ومروان عمل فيه ايه، وبعدين خليكي، يمكن حسن يعاود يلاقي حد في البيت. خليكي انتي، خليكي. انا عرفت حسن فين. صح، عرفتي هو فين؟ قولي يا بنتي، كلمك عرفتي هو فين؟ هو طلع من البلد عشان خايف من اخوه. صح، لا قولوا لي يعاود ورا اللي حقف لمروان. طب كلميه، كلميه بس عشان اطمن عليه. حسن في المستشفى. يا مري، مستشفى ليه؟ عملوا فيه ايه؟ بابا عارف بعلاقاته ان هو في المستشفى، وانا اصريت اروح معاه علشان اطمن. بس اللي عرفته هناك ان اللي حطوه في المستشفى كريمه واخوه مروان. فين المستشفى ده وليه؟ حسن في مستشفى الامراض العقليه والنفسيه. حطوه في مستشفى المجانين؟ يا مري، رميت اخوك في سرايا السفر يا مروان. ماشي يا مروان يا ولد كريمة. مش فاهمة حاجة. يعني عايزة تزور في الورق. أيوة ماشي. اللي دخل جهد بفريدة، مش فريدة دي اللي ماتت، اللي كانت متجوزة مروان؟ اللي اتقتلت. آه، ما دام مروان فاكر إن جبرية هي اللي قتلتها، صح؟ وهي فعلاً قتلتها. أنت هتهزر يا محرم؟ معقولة جبرية تعمل حركة زي دي؟ في ست تموت حفيدها؟ دي مهما كانت بالغل ما تعملش حركة زي دي أبداً. جبرية تعملها، صدقيني جبرية تعملها. لا معلش، أنا ست وأفهم الست اللي زي جبرية، لا يمكن تعمل حركة زي دي مهما كان. لا وبعدين يا سيدي، هي لو عايزة تقتل بجد كانت قتلت ريتال، كانت قتلت زينب اللي متجوزة مروان. على الأقل في سبب للحقد والكراهية بينهم. بص أنا هقول لك، اللي عملت أو عمل الحركة دي حد عايز يلبس جبرية الليلة، حد عايز يوقع ما بين الأخوة، ما بين الأم وعيالها. ومناسبة الولعان أنا وديت له ابن هناك عشان يعني تولع الليلة أكتر زي ما اتفقنا. يا سلام، تولع. أيوة تولع. تولع بس إزاي وأنا عبدة البلد وقعت فيها؟ مش كده والنبي، ما تصحيش حتى. طب بالمناسبة بقى، مهدي كلمني وعزمنا عنده في الفيلا. آه أوكي، ما هو كلمني وأنا قلت ما عنديش مانع. يا راجل. يا كريمة اطلعي لي دلك. يا كريمة يا انا هدخلك، هاخد روحك بيدي. تاخدي روح مين يا جبرية؟ هو انا فرخة؟ مالك داخلة بزعبيبك وعاملة لك زيتة وزنبليطة؟ ايه في ايه وجر الناس وراكي كده؟ انتي ما بتتهديش يا ولية؟ طب اعملي حساب لولادك. بلاش ولادك، اعملي حساب لجوزك اللي دمه لسه ما بردش. كفايه بقى، كفايه كاتمين في قلبنا وساكتين. فين الدلدور اللي ماشي وراكي؟ انا ما وريش دلاديل يا جبريه، انا هنا لوحدي. خربتيها وقعدت على تله خلاص. ايوه، وقفلت التل كمان بالمفتاح، ومحدش هيقدر يدب رجله هنا الا بكيفي وبمزاجي وبامري. واللي هيخبط على بابي يا جبريه لو ما كانش على كيفي مش هفتح له وهسيبه أفه يا قمر عيش. إيه رأيك بقى؟ اتهدي بقى، اتهدي. إيه بكده؟ ريتال بتعمل إيه هنا؟ كنت جاي أشوف حسن. اشهدوا يا ناس، اشهدوا يا خلق على ولدي مروان اللي مرتبوه خلته باع أخوه ودخلوا مستشفى المجانين بيده.
الكلام ده ما حصلش. مروان عمره ما يعمل كده أبدا. عمل، وانتوا اتفقتوا كلكم على حسن، كمنه جف معايا وقال ياما ما حبيعكيش كيف اللي باعوكي. بنتك قصاد ولدي، لو ما رجعش النهارده هتروحي تطلعيها من البحر هو اللي في بطنها. استغفر الله العظيم يا رب. كده هو مجرسانها ومفرجه علينا الناس. اتلم شويه يا جبريه، ما تزيديش العداوه يا اختي، ما تزيديش العداوه. واحنا من متى كنا حبايب يا كريم؟ مروان مش هيسكت يا جبريه. وماله؟ يورينا يعمل ايه؟ اوعي بنتي يا جبريه. اوعي ايه؟ اوعي انت. اوعي وريني هتعمل ايه انت كمان. كده اهو. حاضر يا حلوه. فوت يا بنت. يلا يا جماعه. جبريه حاسد. طخت يا كريمه. بالسلامه يا اختي. تعالي يا شمس، خد البيت دي اقفل عليها الباب، ما اسمعلهاش حس. فزي وانت يا خبيثه، ايه اللي وداكي هناك؟ كنت رايحه ادور على حسن. هتدوري على حسن ولا تتفقي مع امك عليا؟ عارفه ايه اللي مصبرني عليكي؟ اني خلفتي من ولدي، غير كده كنت جت فيكي النار. تقديها نار ولا شرار؟ انا مال انا؟ انت وعيالك مع بعض، انا ماليش دعوه. يلا غوري على فوق، غوري. وانا بقول لك اهو، هو سواد الليل، ولو ولدي ما رجعش حدش يلومني على اللي